السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا مولانا؟ عامل ايه؟ الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا مولانا كان عندي ضيق مادي جامد جدا، والدنيا اتسرعت فيا، وكنت نفسيا مريض، والزوجة اضطرت ان هي تخرج للشغل، كانت محفظة القرآن، ففوجئت بعد كده ان هي ما بتسمعش الكلام وخرجت بدون اذني. فلما جيت عاتبتها وجيت حوشتها ان هي تخرج، فخرجت وبقالها 6 7 شهور عند اهلها هي والعيال. فهل يجوز في الوقت دوت النفقة عليها وهي في حكم نشز، ولا في حكم ايه؟ على كلامك انها ناشز، بس انت معاك فلوس يعني تصرف عليها، ما انت كده كده يعني ما عندكش فلوس. انا بتكلم هو الحكم الشرعي بالنسبة لي، ما هل هي هي زكاة تنفق ذهبت عليها؟ عند اهلها لعدم وجود مال معك للانفاق عليها، لها وجه يعني؟ انا هل كنت ببعت اللي اقدر عليه، دي بس يعني ما اقدرش. انا بسأل سؤال، يعني دلوقتي افترض انك ليس عندك مال ومش غير مستطيع تعيش زوجتك، فذهبت إلى أهلها تقيم عندهم، يسر الله لها أمرها برزق من عند أهلها، يعني ماذا تصنع؟ فهمني ماذا تريدها أن تصنع؟ فضحاني بالقصة ديت عشان الأولاد، بتقول لك ما بيصرفش على الأولاد، مع إني ببعت اللي أقدر عليه. فهي بتقول لك ده فيه يعني فيها شرع إن أنت كده تقسم، فهل فيها إثم عليا؟ لا، ما هو اسمع عليك، إذا كنت تستطيع أن تكتسب ولكن تترك أولادك يضيعون فنعم تقسم، لكن إذا لم يكن عندك سبيل ولا ليست لك حيلة للكسب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم.